اسمح لي اعمل حاجه بس خلاص. بليتلت بلاك. بلاك يعني ايه؟ سوداده. ايه بقى السوداده دي؟ بص يا عيال هقول لك على حاجه حلوه قوي. لو الباب اللي قدامك دوت مفتوح وحبينا نقفله هنجيب كذا واحد منكم يقفوا كده جنب بعض ويعملوا بودي جارد وكل واحد ايه ياخد له حته ويقفلها. كلكم كده هتبقوا اجسام بشريه واقفه جنب بعض لحد ما الباب يتقفل. وممكن اوقف ناس وراهم بحيث لو حد عايز يجي يزق في ناس ورا سنه. بس في مشكله في الاول وفي الاخر الناس اللي واقفه دي افراد منفصله. كل واحد قائم بذاته. لو الدم او واحد جه زقهم جامد كل واحد هيجري يقول لك يلا نفسي صح؟ يبقى اذا انت عايز في يوم من الايام الناس دي تعجنهم في بعض. يعني تجيب 10 ولاد كده وتروح حاططهم في الخلاط وضاربهم وتطلع عجينه بشريه تقفل بيها الباب. ده اللي انت عايزه. بالظبط النقطة اللي انت ضحكتوا عليها دي اللي انا عايز اعملها هي مين؟ البليتلت. حتى هذه اللحظة البليتلت دخلت في بعض. دخلت في بعض. بس كل بليتلت لها سلم امبرين لوحده. انت عايز تعمل بلاج، يعني بلاج سدادة. السدادة دي بقى الأول إيه؟ جمعنا بليتلت زي ما اتفقنا المرة اللي فاتت بإيه؟ حاجة اسمها ثرومبكزان إي 2 وحاجة اسمها إي دي بي. طيب، البلاج اللي اتكونت الاول بتبقى لوز، يعني لوز مرخرخه كده، لو شويه دم طريه، لو جه شويه دم كده ممكن يشطهم. لو لا اللي انا عايز اخليها فيرم، يعني فيرم ناشفه. مين بقى بيخليها فيرم كده وتنشف؟ حاجتين. اوعى تنسى ان البليتلت تحتوي على مواد اسمها ايه؟ اكتين ومايوسين وثرومبواسينين. دي يا اولاد لو حبيت اشبهها لك زي الحبال بالظبط. هتبدا الاكتين والمايوسين والثرومبواسينين الثلاثه مع بعض يعملوا كونتراكشن. يعني كونتراكشن انكبار زي ايدك كده لما تنشفها. يبقى الاكتين والمايوسين والثرومبواسينين يعملوا انكبار. زائد فاكرين في ماده كنا بنطلعها من البليتلت وماشيه في الدم اسمها ايه؟ فايبرينوجين. الفايبرينوجين ده عباره عن كور. الفايبرينوجين ده كور كبيرة كده اسمها فايبرينوجين. الفايبرينوجين هناخده الحصة اللي جاية بيتحول لمادة اسمها فايبرين. اسمها ايه؟ فايبرين عبارة عن خيوط. ومن الخيوط بتاعت الفايبرين دي هتعمل لك شبكة. يبقى انا بقى عندي شبكة فوق البليتلت بالاحمر اهي. عبارة عن ايه الشبكة اللي بالاحمر دي؟ عبارة عن فايبرين ثريد. يعني ايه فايبرين ثريد؟ خيوط بالفايبرين. يبقى مين بيخلي البلاج دي السودانه بتاعتي دي تبقى قويه بدل ما هي طريه؟ ها الكونتراكتايل بروتين زائد خيوط مين؟ الفايبرين. طيب ايه لازمه البلاج اللي انا عملتها دي؟ يعني البلاج دي لها مين؟ واحد تقلل ولا تزود النزيف؟ ستوب بليدنج. اتنين بتقلل كل الاوعيه الدمويه ولا فقط السمول؟ مش احنا اتفقنا الهيموسيز يعني ايه؟ ستوبج اوف بليدنج فروم سمول بلاد فيزلز. ورجعنا احنا بينا وبين بعض قلنا السمول بلاد فيزلز دول ايه؟ نوعين. نوع بيتقفل بالثلاث خطوات ونوع متطلب الخطوه. النوع اللي بيتقفل بالثلاث خطوات ببساطه جدا ماده او حاجه الكابيلاري. يعني ايه الكابيلاري؟ الشعرات الدمويه. عارف انت يا فندم لما بتخبط ايدك كده الخبطه دي كده الخبطه اللي انت بتخبطها دي في مئات الكابيلاري بتفرقع. طب ليه الكابيلاري اللي بتفرقع ما بتعملش دم تحت الجلد؟ لولا ان البليتلت على طول بتجري البليتلت اللي فرقعت وتعمل لها بلاج. بلاج يعني ايه؟ سوداني. يبقى البلاج دي بتعمل كام حاجه؟ حاجتين، بتوقف البليدنج وبتقفل الكابيلاري اللي بتفرقع مئات المرات يوميا. ده البلاج بتعمل حاجه اخطر من كده، بتطلع مواد كيميائيه. هذه المواد الكيميائيه تساعد في الخطوه رقم اربعه. ايه الخطوه رقم اربعه اللي هناخدها الحصه اللي جايه؟ الكواجيوليشن، التجلط. امال اللي فات ده ايه؟ ده البلاج دي كانت سوداده مش اكتر. يبقى البليتلت بلاج بتعمل كام حاجه؟ ثلاثه. ايه هم؟ عد معايا. واحد بتقفل السمول بلاد فيزز اللي بتفرع مئات المرات. اثنين بتوقف البليدنج على قد ما تقدر. ثلاثه لو فشلت بتطلع مواد كيميائيه مكتوبه عند حضرتك في جدول مش هناخده النهارده للحصه اللي جايه. المواد دي بتساعد في عمليه الخطوه رقم اربعه اللي اسمها ايه؟ كواجيوليشن. يبقى تعالى نلم البلاج تاني. قبل ما نلمها في نقطة أنت مش واخد بالك منها. هي البلاج دي مش ممكن تقفل الوعاء الدموي تماما؟ ممكن تقفله؟
وكده لو الوعاء دمه اتقفل دي ساعتها مش هتوقف النزيف، بتعمل لك جلطه. يبقى انت عايز تعمل ايه في البلاج دي؟ تخليها تكبر الى ما لا نهايه ولا دايما تعمل لها ليميتيشن؟ يعني ليميتيشن بقى حدود. طب ازاي اخليها تحترم نفسها وما تقفلش الوعاء الدموي؟ بص ازاي اخلي فيه دم بيعدي من تحت، شايف السهم ده؟ ازاي امنع ان الجلط، اخلي الجلطه تقف هنا كده في الحدود بتاعتها دي؟ اوعى تنسى حاجه مهمه جدا، ان الاندوثيليوم اللي هنا واللي هنا واللي هنا سليم ولا بايظ؟ سليم. فبيطلع ماده اسمها بروستا سايكلين. اسمها يا ولاد؟ عارف البروستا سايكلين بتعمل ايه؟ بتعمل عكس الثرومبكزان اي 2. مين الشاطر رفع ايده يقول لي بتعمل ايه؟ فازودايليتيشن وتقلل البليتلت اجريجيشن. يبقى كده هل البلاج دي هتبدا تسحب ولا هتبقى ليميتد؟ ليميتد. يبقى ازاي بعمل ليميتيشن بالبروستا سايكلين؟ يبقى انا يا اولاد لم البلاج بقى، خلاص خلصنا اهو البلاج. اول حاجه البليتلت بلاج السوداني دي تبقى قويه ولا تبقى ضعيفه؟ لوز. عايزها تبقى قويه شديده زي ما اتفقنا، عايز اخليها ايه؟ تتحد مع بعض. مين هيربطها لك ببعض؟ الكونتراكتايل بروتين وخيوط الفايبرين. طب ايه لازمه البلاج دي؟ بتوقف البليدنج، بتوقف الاوعيه الدمويه اللي بتفرقع مئات المرات زي الكابيلاري، بتطلع مواد كيميائيه كيميكال سبستانس. طب مين اللي بيعملها ليميتيشن؟ البروستا سايكل. البروستا سايكل بتعملها ليميتيشن. يعني ليميتيشن حدود. طب انا كده خدت كام خطوه؟ خمس ستة خمسة، أنا آسف كده خدنا أربعة. فيوجن يعني إيه فيوجن؟ مش إحنا اتفقنا فاكرين الولاد لما إحنا قلنا نقفل الباب بيهم كنا عايزين بقى نعجنهم في بعض؟ كلمة فيوجن يعني خش في لحم أخوك، بمعنى سيح السلم برين بتاع البليتلت بالعربي كده، خلي السلم برين بتاع البليتلت يتفك فكلهم يدخلوا في بعض يعملوا حاجة واحدة. ماشي اخر مره اخر مره بيعملوا حاجه واحده، حاجه واحده اسمها ايه؟ اسمها بلاج. بلاج يعني بقى حصل فيوجن. ايه فيوجن؟ اكتب بالعربي سحوا على بعض بقوا مفيش سلم برين فاصل، خش في لحم اخوك دخلوا في بعض. مين اللي بيعمل فيوجن؟ ماده اسمها اي دي بي. برضه الاي دي بي مصممه معانا. يبقى الاي دي بي عملت كام حاجه؟ اجريجيشن وعملت فيوجن. طيب الحمد لله عملت اجريجيشن وعملت فيوجن وبلج وقفلت الليله كلها. اخر خطوتين، ما ينفعش تسيب الوعاء الدموي كده، ما ينفعش تسيب الوعاء الدموي كده، لازم تعمل ريبير وريتراكشن. يعني ايه ريبير وريتراكشن؟ ريتراكشن يعني ايه؟ انكماش. هو انا يا فندم ينفع اسيب الوعاء الدموي الجلطه فيه عامله بالشكل دوت؟ لا. انت عارف انا اعمل ايه؟ بص اهو ده الاندوثيليوم اهو. بص الجلطه بقت فين؟ بليتلت هنا. ريتراكشن يعني ايه؟ انكماش. طب مين بقى اللي بيعمل الريتراكشن؟ الاي تي بي وليس الاي دي بي. خد بالك بقى وعلم عليها بقلمك عشان هتنساها. الاي تي بي والكونتراكتايل بروتين بيعملوا ريتراكشن. انا كونتراكتايل بروتين خاصة الثرومبو اسينين. طب انا كشكشتها ولمتها والوعاء الدموي اتقفل، ابدا اعمل اخر خطوة ريبير. يعني ريبير؟ اصلاح. ابني مين يا اولاد؟ تبني اندوثيليوم، بعد الاندوثيليوم صب اندوثيليوم كولاجين وترجع الوعاء الدموي زي ما هو الاول. مين بقى اللي بيعمل ريبير اصلاح؟ مادة اسمها بليتلت درايف جروس فاكتور. يعني ايه درايف؟ مشتقه. جروس فاكتور يعني ايه؟ عامل نمو. يلا يا معلم نلم السبع خطوات كده، بس انا عايز من اخر ثلاثه يجيب من اول البلاج. مين الشاطر يقول لي من اول البلاج كده؟ بلاج عباره عن ايه؟ مجموعه من البليتلت. لوز ولا فيرم الاول؟ لوز. مفككه ولا مرتبطه مع بعض؟ مفككه. مين اللي خليها لك فيرم؟ مين ربطها لك في بعض؟ حاجتين، كونتراكتايل بروتين. اللي هو مين الكونتراكتايل بروتين؟ التلاتة. مين هم التلاتة؟ اكتين ومايوسين. اكتين مايوسين ثرومبو اسينين. تمام، بس ولا كمان الفايبرين؟ الفايبرين ثريدز. طيب،
كده خليتها فيرم. السؤال التاني، مين بيمنعها ان هي تكبر؟ مادة اسمها بروستاسايكل، بتعمل ايه؟ بازو دايليتيشن ويقلل بيت الاجريجيشن، فما تسرحش. طيب السؤال التالت، ايه اهميتها؟ ستوب بليدنج في البلاد فيزلز، خاصة الكبيرة اللي بتفرقع مئات المرات، تطلع مواد كيميائية تساعد في عملية التجلط. طب بعد ما عملت انت بلاج لازم يحصل فيوجن. يعني فيوجن البليت اتسحت على بعض زي الطماطم كده لما تحطها في الخلاط يا ابله، هتتعصر وتتعجن في بعض. مين اللي بيعمل فيوجن؟ اي دي بي. اي دي بي. اي دي بي. طيب بعد الفيوجن نعمل ريت ريتراكشن. هو الكتاب الغبي عملها لك ايه؟ ريبير بعد كده ريتراكشن، لكن صح ريتراكشن وبعد كده ريبير، بس عادي. طب مين بيعمل ريتراكشن؟ مين بيعمل ريتراكشن؟ اي تي بي والثرومبو اسينين. طب بعد ما انكمشت اعمل ريبير. يعني ريبير؟ اصلاح. مين اللي بيصلح ومين بيبني تاني؟ اللي هم يا جماعه زي بالظبط، زي بالظبط لما هتجيب مقاول، المقاول دوت بعد ما الحيطه اللي كانت واقعه او اللي بايظه هديها لك وبنيها لك، يجيب لك واحد يمحر، وبعد ما يمحر يدهن بالاندوسيليوم. المقاول واللي بيمحر واللي بيدهن، وصلت النوعات دمه ورجع تاني زي الايه؟ زي الاول. يبقى انا يا اولاد كنت بتكلم في موضوع اسمه ايه؟ لا هنقوله مع بعض عشان امشيكم، لو ما قلتوش هعيده وازيده لحد ما ايه؟ الساعه 1. موضوع اسمه ايه؟ هيموستيزيس. وات ذا مينينج اوف هيموستيزيس؟ ستوبج اوف بليدنج. لارج ولا سمول بلاد فيزل؟ سمول بلاد فيزل. بيتم في كام خطوه؟ سبعة. يا لهو على الغباء. أربعة. أول خطوة إيه؟ إكسترا فاسكولار. يعني إكسترا فاسكولار؟ إن الجلد والأنسجة بتقرب ولا بتبعد؟ بتقرب. ده فيزيكال. طب سبب إيه الجلد بيقرب ليه؟ عشان فيه إلاستيك فايبرز. طيب كيميكال، مواد كيميائية بتساعد في عملية التجلط. تمام؟ طيب فازو كونستريكشن، سيب الموبايل اللي ماسك الموبايل. فازو كونستريكشن بيحصل في الوعاء الدموي كله ولا في جزء منه؟ جزء منه. ما هو سبب الفازو كونستريكشن؟ خمس حاجات، ايه هم؟ سيروتونين، ترومباكزان اي 2، نقص الاندوسيليوم درايفد ريلاكسنج فاكتور، ومايوجينيك ويل بين. طب ايه اهميه الفازو كونستريكشن؟ هوقف البليدنج، هدي فرصه للبليتلت، هدي فرصه للهيموستيزيس. يا سلام، طب هو نفس المعنى. طيب البليتلت بلاج كم خطوه او ما هي وظائف البليتلت؟ سبعه. ها بليتلت ادهيجن اكتيفيشن اجريجيشن، بعديها بلاد فيو بلاد بليتلت بلاج وبليتلت فيوجن وريبير وريتراكشن. يلا نقول ادهيجن. ما هي الصناره بتاعتك اللي بتصطاد بيها البليتلت؟ الصرف اندوسيليوم كولاجين. بيمسك في البليتلت فين؟ في الجلايكوبروتين، في الميوكوبولي ساكرايز، بمساعدة الفون فيل براند فاكتور، السيد في البراند فاكتور. فون يعني السيد مثلا او الاستاذ بالفرنسي بالالماني. فيل براند البروتين ده عباره عن ادهيسيف بروتين. عباره عن ايه؟ ما هو مصدر الفون فيل براند فاكتور؟ البليتلت. ومن المصادر الثانيه هنقولها بعدين. طيب بيمسك البليتلت مع بعضها البعض، فكده بيحصل اد هيجن. طب بعد الادهيشن بيحصل اكت. مين الشاطر يرفع ايده للاجريجيشن بيتم ازاي؟ اكتيفيشن. اسف، البيت بتتحول من الشكل السموث الى الشكل الريجل. نيومرس بروسيس. يعني بروسيس؟ زواج. تو فاسيليتيت الانتر اكشن. بعد كده البليتلت بتبدا تطلع اللي جواها بواسطه الكونتراكتايل بروتين. تطلع كام ماده؟ ست. ايه هم؟ فايبرينوجين كونتر براند فاكتور، سيروتونين، اي دي بي، مادة مش خدناها خالص اسمها بليتلت فاكتور رقم 4، ثرومباكزان اي 2. ثرومباكزان اي 2 بيعمل ايه؟ فازو كونستريكشن. بعد الفازو كونستريكشن يزود البليتلت اجريجيشن. طب ويشتغل ازاي؟ بيمسك في البليتلت، لما يمسك في البليتلت اللي طالع منها بيقابل المادة اسمها ايه؟ سي ام بي، مالكش دعوة بيها عشان صعب عليك دلوقتي. طب السي ام بي لما تقل ايه اللي بيحصل؟ مور اند مور ريليز اند اكتيفيشن. دايرة مغلقة، بتزود ولا بتقلل؟ بتزود. طيب بعد بعد الاكتيفيشن اجريجيشن، مين اللي بيعمل اجريجيشن؟ بتردهم اي دي بي وثرومباكزان اي 2. طيب بعديها بنعمل بلاج، الاول بتبقى لوز بعد كده بتبقى فيرم. طب بعد البلاج
بنعمل ايه؟ فيوجن. طب بعد الفيوجن؟ ريبير. بعد الريبير ريتراكشن. كده بعملها كده. مين اللي بيعمل ريتراكشن؟ اي تي بي. مين بيعمل فيوجن؟ اي دي بي. مين بيعمل اجريجيشن؟ الاي دي بي والسترونج ماجزانين تو. طيب عشان لما تروح تذاكر عشان في حته هتتقال الحصه اللي جايه ايه هي؟ الجدول الملون اللي في صفحه 69 مالكش دعوه بيه، هي المواد الكيميائيه اللي بتطلع من البليتلت. طيب وعند حضرتك صفحه 63 ذاكرها كامله. طيب صفحه 65 ما تذاكرش الفولف البراند فاكتور اللي تحت ده، ما تذاكرهوش ما تذاكرهوش بس، تمام؟ اما صفحه 67 كلها تذاكرها، صفحه 69 كلها تذاكرها، تمام؟ طيب بصوا يا جماعه، حصه بكره ان شاء الله يا اما 9 يا اما 11 يا اما 1، مفيش ايه؟ مفيش يوم السبت والحد حصه،